دق الصواريخ او الاسعاف حتى السرير نص مله. يلا نص فلسو احسن من فلسو. ايه ده؟ والله الناس اللي كانوا ساكنين قبل مني في الاوضه عندهم دم بسبب الصداره. والواحد على الاقل صب شويه صواريخ او ما تكونش تعرض للبني ادم كده الاوضه تبقى فرن. وكمان تنشنين الترويضه. فرصو. طب الناس اللي كانوا ساكنين قبل مني ما يسيبوش ريف بايت لقمه ناشفه مكسره حتى. لا مش طالبين حاله محشي، احنا كل اللي طالبينه ايوه. تعال سيدان. سيدتي تعال ما تجريش. تعال تعال سيدتي تعال. والله العظيم لكن مش كانت عامل ليش انت دخلت دماغك جوه سلطانيه. انا ما طلبتش زبادي. ام دعبس مرتب مع المعلم كل يوم زيدان. ام دعبس مرتب؟ انا مش مرتب. ام دعبس عزلت. انا ماليش دعوه. وانا معيش فلوس. الحساب عند ام دعبس. ما دام الحساب عند ام دعبس ربنا يكتر من امثالها. زد ياب تعريفة تقف عليها بخمسة. الله يخرب بيتك يا مدعبس. زد ياب 15 قرش. ده لو الملك عبى الحمام زبادي وبلبط فيه ما يكلفوش 15 قرش. وردت نفسك. وردت نفسك يا حسن. اجيب منين بس يا ربي كل شهر 36 قرش ايجار اوضة وزاد عليهم كمان سلطانية زبادي 15 قرش. يلا بيصة بيصة الواحد يشق بيها يوم الصبح. ده مش سرير، دي مراحيض. طب السرير مش هنيمني. برضه الزبادي مش هتنيمني. الزبادي ريحتها فايحة. ايه ده؟ استغفر الله العظيم. صورة بطالة صحيح. الظاهر واد دعبس من ام دعبس كان بيخلص. انا مش زي بس يا ربي جدتي مش خالصة. الزبدية على شمالي والمهلبية على يميني. بس مش مهلبية قوي، ست عادية جدا. مناخيرها قد النبقة. خدودها زي التفاح اللبناني. ولا عينيها ولا شفايفها ولا رقبتها ولا كتفها ولا دراعتها ولا وسطها ولا ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ لا انا كده مش هيجيلي نوم. لمؤاخذة يا مولانا ده كان مجرد غزل عفيف. سبحان الله حتى ست في صورة يطلع وراها الملك. ده انت ما اعتقتش. يلا ارزاق